المشاركة الليبية في البطولات الإفريقية السنة هذه كانت لأربع فرق احتلت المراكز الأربع الأولى في دوري السنة اللي فاتت، الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والهلال وبوسليم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سكور، معنا مهند مجد. الأهلي طرابلس بطل الدوري في نسخته الأخيرة وبعد نجاحه العربي توقعنا أنه يكون موجود في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لكن التغييرات اللي صارت في الفريق أثرت بشكل كبير في توازنه. خروج لاعبين زي إيبوكا والعيوني ضعف من قوة الفريق وكلف الخروج قدام النواديب الموريتاني. الأهلي في مباراة الذهاب خسر في نواكشوط في ملعب شيخ أولد بداية 2-2، وحاول يعوض في مباراة الإياب في ملعب القاهرة، لكن الفوز بهدف دون رد ما كانش كافي للفريق علشان يعبر للدور القادم. نكسب كل تأكيد لمشجعي الفريق، وما نقدرش نقوله غير هارد لك والتعويض في مناسبات أخرى شرط تصحيح الأخطاء. الأهلي بنغازي قرعته كانت الأصعب بين فرقنا الأربعة، جت قدام مهيمبا النيجيري الفريق اللي في جعبته لقب إفريقي عام 2003. الأهلي بقوة ودعم جمهوره فاز في مباراة الذهاب بأربع أهداف مقابل ثلاثة، والأنظار اتجهت لمباراة الإياب في آبا النيجيرية. الظروف كانت صعبة، الفريق النيجيري قرر عدم نقل المباراة تلفزيونيا ومارس جميع أنواع الضغط، لكن ممثل ليبيا ظفار بنتيجة المباراة وتأهل للدور القادم. معلومة على الماشي، خروج أنيمبا النيجيري من هذا الدور التمهيدي أول مرة يصير في تاريخ مشاركات الفريق الإفريقية إجمالا. بوسليم التاريخي خش للتاريخ، فريقنا الليبي لأول مرة يلعب مشاركة أفريقية، حطت القرعة قدام فريق الأولمبي الباجي التونسي بطل كاس تونس في النسخة الماضية وأكثر الفرق تطورا في السنوات الأخيرة. عبد المنعم عكاشة خش تاريخ بوسليم وأصبح أول لاعب يسجل للفريق في مسابقة خارجية، وانتهت مباراة الذهاب بهدف دون مقابل في رادس، وفي الإياب قدر بوسليم على ملعب السلام في القاهرة أن ينهيها بنتيجة التعادل السلبي، وهذا مكنه من التأهل للدوري التمهيدي الثاني وأصبحت تفصل خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات في أول مشاركة تاريخية. أما فريق الهلال كان الأكثر إقناعاً في المشاركة الإفريقية، لعب مباراة الذهاب قدام كاكاميجا الكيني وتعادل معاه في العاصمة نيروبي من غير أهداف، وفي مباراة الإياب في ملعب بنين استعرض الهلال قوة وفاز بأربع أهداف مقابل هدف أكد بها أن هدف التأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية. الحمد لله ربنا كريم، أنا بشكر ربنا، لولا توفيق ربنا ما كناش كسبنا المكسب ده. بشكر اللعيبة الرجالة اللي تعبت معانا، احنا الحمد لله اللعيبة دي كلها حضرناها في 10 ايام قبل ماتش كينيا اللي هناك، كان ماتش صعب جدا، ما لعبناش ماتشات ودية، يا دوبك اول ماتش نلعبه كان ماتش بطل كينيا، تعبنا الحمد لله طلعنا بنتيجة مرضية، يعني قول لعبنا 45 دقيقة هناك الحمد لله اللعيبة عملت اللي عليها. الحمد لله رجوع فيصل، رجوع التورغي، رجوع عمرو، كله رجع الحمد لله. طبعا انما مش جاهزين الحمد لله، ركزنا قلت لهم النهارده اول ربع ساعه ان شاء الله عايزين نخلص الماتش بدري، الحمد لله جبنا جون والتاني والتالت، كان لازم نتراجع لان لو كملنا كنا هيجي فينا جون والتاني. الحمد لله قفلنا ملعبنا، بدانا نستدرك فرقه كينيا في الشوط الثاني، لعبنا كوره بدانا نشتغل في ظهرهم، جبنا الجون الرابع، خلاص ان شاء الله نقفل الصفحه دي. قدامنا اسبوعين عايزين نجهز فيهم بدنيا كويس قوي. المشكله اللي هتقابلني مفيش ماتشات وديه في فرق بنغازي لسه ما بداتش، وفي نفس الوقت مش هلحق اعمل معسكر خارجي لان ناقص اسبوعين والماتش الاولاني هنا في ليبيا. نقفل على نفسنا خلاص، النهارده نفرح، بكره ان شاء الله نقفل الفرحه، كل تركيزنا على بطل رواندا، ربنا كرمنا في ماتش بطل رواندا نخش المجموعات باذن الله، وهو ده ان شاء الله تركيزنا باذن الله الفتره الجايه. ثلاثة من أصل أربع فرق ليبية مستمرة في السباق الإفريقي، تمنياتنا بالتوفيق لهم في الدور الجاي ويتأهلوا جميعا لدور المجموعات، وهارد لك للأهلي طرابلس بعد هذا الخروج. إلى اللقاء في حلقة جديدة من سكور.